ليس الخوف أن تموت وبينك وبين الله ذنوب، لأنه إن يشأ يمحها ويغفرها لك، لكن الخوف أن تموت وبينك وبين الناس حقوق وديون مهضومة تستوجب الفصل والتخاصم في محكمة الآخرة. تفقد علاقاتك بالآخرين، فميزان الآخرة أخذ الحسنات وطرح السيئات. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.